مرحبا بكم مشاهدي الكرام في حلقة جديدة من زوايا الحدث، سنخصصها للحديث عن موقع الملف اليمني بين الملفات الإقليمية وتأثير هذه الملفات على مسارات الحرب والسلام في اليمن. أكثر من عام ونصف على الانقلاب الذي نفذته ميليشيا الحوثي والرئيس المخلوع، ولا يزال الملف اليمني مشتعلا وبدون أفق للحل. ذلك الانقلاب الذي كان للخارج يد فيه ولو على سبيل الرضا تحول إلى حرب كبرى كان للإقليم اليد الطولة فيها أيضا. يأتي ذلك في حين تتزاحم ملفات المنطقة الموبوءة بالحروب والصراعات والتي أصبحت من الكثرة والترابط كما لو أن خيطا واحدا ينظمها جميعا باتجاه الحل أو مزيد من التعقيد. في كل مرة يقترب فيها الملف اليمني من الحل في ميدان الحرب أو على طاولة السياسة، كانت الأجندة الإقليمية والدولية تحظر بقوة لتشكل مانعا أمام هذا الحل بانتظار صفقة شاملة لكل ملفات المنطقة المشتعلة، أو هكذا يبدو الأمر. في لحظة معينة كان الجميع يعتقد أن الملف اليمني شأن سعودي خالص، لكن أحداث العام الماضي أثبتت أن اللعبة الإقليمية باتت من التشابك، بحيث يستحيل على قوة إقليمية في المنطقة توجيه مسار الأحداث في أي مكان بمفردها، وأن الدور الدولي حاضر في كل التفاصيل. الملف اليمني ضمن الأجندة الإقليمية وتداعيات هذه الأجندة على مسار الأزمة اليمنية سيكون محور نقاشنا لهذا المساء، ولكن قبل أن نبدأ بالنقاش نتابع هذا التقرير ومن ثم نعود. تكرموا بالبقاء معنا. تحظر اليمن على هامش الاجتماعات الدولية والإقليمية كملف يبحث عن حل ينهي حالة الحرب التي يمر بها منذ الانقلاب الذي قامت به ميليشيا الحوثي والرئيس المخلوع منذ أكثر من عام ونصف. الملف اليمني يكبر كل يوم أكثر ويسقط فيه ضحايا جدد، وتحول لمجرد اسم يضاف إلى أسماء دول تعاني من الفشل وتلتهمها الصراعات والانقسامات الدولية. جولة مفاوضات ثالثة تسير على غرار الجولات السابقة، تفاوض فموعد فتخلف عن اللقاء، ثم يعود كل طرف إلى قواعده للعودة إلى مربع الصفر الأول. تراوغ الميليشيا وهي تستند للتناقضات الدولية ورغبتها في إطالة عمر الأزمة اليمنية باعتبارها الثقب الأسود الذي يلتهم المواقف الإقليمية ويجعلها رقعة شطرنج، بموجبها يتم ترتيب أوراق الصراع الإقليمي في مناطق أخرى. جولة جديدة يقوم بها الرئيس الأمريكي باراك أوباما في المنطقة بحثا عن حلول للكوارث التي لحقت بها خلال فترة تواجده في البيت الأبيض، وفشلت جميع جهوده في الإيفاء بأي من تعهداته لحلفائه باستثناء الطرف الإيراني الذي استطاع إخراجه من بوابة العقوبات على حساب مصالح ومخاوف دول الخليج وأمن المنطقة واستقرارها. مكافحة الأنشطة البحرية المخالفة الإيرانية من خلال تسيير دوريات المشتركة لاعتراض حمولات الأسلحة الإيرانية الموجهة لليمن أو لغيرها من مناطق الصراع. لا يمكن قراءة الدور الأمريكي بمعزل عن تصريحات وزير خارجية أمريكا التي تحدث فيها عن تفاهمات سياسية فور تثبيت وقف إطلاق النار، واتهامه الرئيس هادي بتعقيد الموقف السياسي بسبب تعيينه الأحمر نائبا له وبندغر رئيسا للحكومة، وهو ما جعل العديد من المراقبين يتحدثون أن ذلك الموقف هو ما جعل ميليشيا الحوثي وصالح تتخلف عن حضور مباحثات الكويت والركون إلى الموقف الأمريكي المعرقل لأي تصعيد مقبل تجاه الميليشيا في أروقة المؤسسات الدولية. تسعى المملكة ومن ورائها دول الخليج للخلاص من الكابوس الذي نما في حديقتها الخلفية وانتبهت له في وقت متأخر، لكنها تجد نفسها بدون غطاء دولي وبدون حلفاء لا يسعون للي ذراعها. تخوض المملكة معركتها الخاصة، وتخوض الميليشيا معارك بالوكالة للحليف الواقع خلف البحار، ويستمر اليمنيون بدفع ثمن تناقضات كافة الأطراف الإقليمية والدولية وأخطاء عقود طويلة من السياسة الفاشلة.
حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، ولمناقشة موضوع حلقتنا لهذه الليلة سيكون معنا في هذا المساء رئيس مركز أبعاد للدراسات السيد عبد السلام محمد من الرياض عبر الهاتف. كذلك من الكويت سيكون معنا المفكر وأستاذ العلوم السياسية الكويتي الدكتور عبد الله النفيسي، ومن الشارقة سيكون معنا الباحث والكاتب السياسي الدكتور عمر عبد العزيز. أبدأ مع ضيفي من الرياض السيد عبد السلام محمد. سيد عبد السلام مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا بك وضيوفك الكرام وكل المشاهدين. أهلا بك عبد السلام معنا. بداية، منذ البداية كما تعلم سيد عبد السلام كان حجم التدخل الخارجي في الملف اليمني كبيرا، يعني هذه المرة إلى أين سيقود هذا التدخل في الأزمة اليمنية في الوقت الراهن؟ طبعا الملف اليمني انتقل من وضعه الراهن محليا إلى وضع إقليمي، ودخل في تعقيدات الوضع الدولي، خاصة أن هناك توازنات دخلت في مرحلة من مراحل الحرب الصامتة، والحرب بالوكالة في أكثر من دولة، وخاصة الأحداث التي تحصل في سوريا والعراق. للأسف الملف اليمني ذهب إلى هذا الاتجاه منذ أن سيطرت الميليشيات على العاصمة صنعاء، وأعلنت إيران أنها أن هناك عاصمة رابعة أصبحت في قبضتها. نعم. هذه الإشكالية دفعت مجلس، دفعت دول الخليج وكل الدول التي تؤمن بالأمن القومي العربي والتي سعت لإنهاء حكم الميليشيات لمحاولة فكفكة هذه التعقيدات وإعادة الشرعية إلى السلطة من أجل وضع أمن مستقر للبلد حتى لا يكون هناك مخاطر على الجوار الإقليمي. نعم، لكن البعض يرى سيد عبد السلام بأنه تدخل عاصفة الحزم والتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية دفع بحل سريع للأزمة اليمنية عكس ما يحصل في العراق وفي سوريا، إلى أي مدى هذا الطرح صحيح؟ إلى الآن القول أن الانقلاب فشل وأن إيران فشلت في السيطرة على اليمن، ولكن يظل اليمن في وضع لا يقل خطورة عن الوضع السابق، ويظل مهدد الأمن الإقليمي ما لم تعيد الدولة شرعيتها كاملة في البلد. نعم. وأعتقد أن عاصفة الحزم نجحت في هذا الإطار، ولا زال أمامها تحديات كبيرة، خاصة وأن الملفات متداخلة بما يتعلق بالأوضاع الداخلية وتمدد الإرهاب، وأيضا مسألة بقاء صالح وميليشيات الإنقلاب في تمدد وتوسع وحرب داخلية. أنا أعتقد أن النجاحات الآن لا نستطيع أن نقول أنها كاملة في اليمن، ولكن نسبيا سقطت السيطرة من يد إيران، لكن تحتاج البلد لجهود دولية مجتمعة كاملة، سواء الأمم المتحدة أو التحالف العربي، لاستمرار إعادة شرعية الدولة، ومن ثم تقل الأخطار تدريجيا. نعم، يعني باعتبار، هل نستطيع مثلا القول بأن الملف السعودي أو عفوا المملكة العربية السعودية تعثرت في اليمن، ويعني هناك تحديات كبيرة قد لا تستطيع السعودية خلال فترة وجيزة أن تنجز هذه المهمة التي دعمت فيها الشرعية وتنهي الانقلاب إلى غير رجعة؟ المملكة العربية السعودية التي تقود التحالف العربي في اليمن هي تحارب على أكثر من جبهة، وليست اليمن فقط، هناك جبهات مفتوحة ومتعددة. أولا سوريا، وهذه الجبهة خطيرة جدا، خاصة سوريا والعراق التي عملت الفوضى الإيرانية فيها إلى درجة سيطرة الإرهاب وقيام دويلة للإرهابيين داعش هناك. أيضا على الملفات الأخرى الذي يتعلق بالملف الفلسطيني، أيضا اللبناني، وهناك ملفات كثيرة جدا، ليس الملف اليمني وحده، ولكن في الملف اليمني يهم المملكة العربية السعودية أكثر من أي ملف آخر، بحكم أنه الحديقة الخلفية للأمن الإقليمي الخليجي. وبالتالي أنا أعتقد أن المملكة العربية السعودية إذا حققت نجاح في أي ملف ستحقق نجاح في الملفات كاملة، وعاصفة الحزم التي أنهت السيطرة الإيرانية في اليمن أعطتها نجاحات أخرى إقليمية، عادت دورها الريادي في المنطقة أكثر. نعم، تكرم البقاء سيد عبد السلام معنا. ينضم إلينا الآن من الكويت الناقد والمفكر السياسي الدكتور عبد الله النفيسي. دكتور مساء الخير. مساء الخير، أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا بك دكتور معنا. دكتور، من الواضح أن الملف اليمني أصبح من أهم الملفات التي تشعل التنافس الإقليمي، كما تعلم يعني موقع الملف اليمني هذه الفترة، وأمام تزاحم هذه الملفات الشائكة في المنطقة، أين هو موقعه يعني إنجاز التعبير، وكيف تؤثر على مساراته بالنسبة لما يدور في الإقليم والمجتمع الدولي بشكل عام؟ طبعا هو الملف اليمني اليوم أصبح يعني من أولويات أي نشاط دولي في منطقة الشرق الأوسط. أولا اليمن تقع في قلب هذه المنطقة، وتقع في جنوب الجزيرة العربية اللي هي تعتبر من مصادر الطاقة الكبيرة في العالم وفي الاقتصاد العالمي. لذلك أي اهتزاز في الأمن داخل هذه المنطقة يعزز التوتر الدولي، ولذلك هناك اهتمام بالغ في الملف اليمني. هذه واحدة. النقطة الثانية أن هناك قوة إقليمية داخل إقليم الخليج والجزيرة العربية وهي إيران، تشكل خطرا ماثلا إزاء الأمن الإقليمي. ولذلك يستند الملف اليمني اليوم على تفكيك هذه العلاقة بين إيران واليمن، ولا يكون هذا التفكيك ولا يحصل ولا ينجز إلا إذا قضينا على التمدد الإيراني داخل اليمن المتمثل بالحوثي والشراذم المحيطة به. ولذلك الصراع اليوم في اليمن هو صراع ليس يمنيا يمنيا كما يحب أن يصوره البعض، بل هو صراع إقليمي، بمعنى أنه حرب بين العرب وإيران في اليمن، وصراع دولي من حيث أن اليمن يقع في قلب هذا المستودع الاقتصادي عظيم الأهمية في الاقتصاد العالمي. تداخلت الدوائر الثلاث هذه، المحلية والإقليمية والدولية، فأصبحت تشعل هذا الصراع المتمثل في الحالة اليمنية اليوم. نعم دكتور، إذن كلمة الفيصل في هذه يعني الملفات التي ذكرتها لمن ستكون في يعني بين الأطراف الدولية بالنسبة للملف اليمني أو بعض الملفات في المنطقة العربية؟ هنا يكمن هذا السؤال الكبير، يعني من يقرر مصير هذا الصراع؟ هل هو أوباما هذا الذي وصل الآن اليوم إلى الرياض ليملي على مجموعة مجلس التعاون الخليجي شروطه في حل هذا الصراع؟ أنا أتخوف من هذا، وقدوم أوباما في هذا التوقيت بالذات أتخوف منه كثيرا، لأنه كثيرا ما يملي إرادته على المجموعة الخليجية. نتمنى أن تتمكن المجموعة الخليجية اليوم أن تقف موقف صارم وواضح إزاء التلاعب الأمريكي في الملف اليمني. هناك تلاعب أمريكي في الملف اليمني، هناك تنسيق بين الأمريكان والحوثي، والحوثي كلما يعني قرب يعني مصيره إلى الفناء وإلى التشرذم والتفكك جاءت واشنطن لتنعش. ليش؟ لأن الاتفاق النووي بين إيران والولايات المتحدة ترى من ضمن بروتوكولاته، وهذه نقطة يجب أن لا ننساها أبدا، من ضمن بروتوكولات الاتفاق النووي بين الأمريكان وإيران هو التزام أمريكا بحماية الدور الإيراني في بلاد العرب. وهل تعتقد دكتور هي الولايات المتحدة اليوم ملتزمة بالدفاع عن الحوثي في اليمن وبالدفاع عن الميليشيات الشيعية داخل سوريا، وبالنسبة للعراق فهي ملتزمة بمساندة الحشد الشيعي في العراق؟ نعم دكتور، إذن هل تعتقد
نعم دكتور، هل تعتقد بأنها يعني ستتخلى عن الحليف الاستراتيجي المملكة العربية السعودية، هذه المصالح المشتركة التي يعني ظلت لعقود من الزمن واتجهت الكفة لدعم إيران وحلفاء إيران في المنطقة؟ والله يا أخي الفاضل، يعني اختبرتنا الأيام، وأمريكا خبرتنا، وأمريكا منحازة ضد العرب من سنة 48 وحتى الآن، وبالرغم من هذا الانحياز الصارخ ضد العرب مع الصهاينة ومع الفرس المجوس، لم يتغير التحالف ولم يطرأ عليه أي غبار، ولم تتضرر الولايات المتحدة من جراء يعني هذا الانحياز. ولذلك يقول الأمريكان العرب أمة يعني شبه ميتة الإرادة، ومن هنا نحن نستطيع أن نغير استراتيجياتنا كما تمليه مصالحنا. نعم، إذن أمام هذا الانحياز دكتور عبد الله من قبل الأمريكان والصارخ في دعم إيران وأذرعة إيران في المنطقة، ما الذي يجب على العرب؟ الذي يجب على العرب أولا، واحد، أن يتحملوا بعض ويوحدوا كلمتهم، خاصة إزاء العدو الفارسي المجوسي القادم إلينا من الشاطئ الشرقي من الخليج العربي. توحيد الكلمة. وأنا صار لي تقريبا 25 سنة وأنا رافع راية أنه يا مجلس التعاون على الأقل الإعلان، مجرد الإعلان عن الاتحاد الكونفدرالي بين دول مجلس التعاون الخليجي. ولعلمك أنه من سنة 1982 وأنا أقول لابد أن يكون اليمن عضو في مجلس التعاون الخليجي حتى تكتمل المنظومة. منذ ذلك التاريخ وأنا أنادي، ولو سمع لهذا الكلام ولو كان لهذا الكلام صدى لما حصل في اليمن ما يحصل اليوم. لو كانت اليمن عضو في مجلس التعاون منذ 1982 لما حصل في اليمن ما حصل، لكن قدر الله وما شاء فعل. توحيد الكلمة. الشغلة الثانية المطلوبة اليوم عاجلا وغير عاجل، نعم، أنه تقرير الهدف، يعني الوحدة ثم الهدف. الهدف ينبغي أن يكون اليوم كسر التمدد الفارسي الإيراني في الجزيرة العربية، ولا يكون هذا إلا بدحر الحوثي والشراذم المحيطة به. نعم طبعا دكتور تكرم. نعم دكتور تكرم بالبقاء معنا. أعود إلى السيد عبد السلام رئيس مركز أبعاد للدراسات والبحوث. سيد عبد السلام عندنا من جديد، إذن الدكتور عبد الله ذهب إلى أن الولايات المتحدة الآن يعني يبدو أنها باتت حليف بعدما كانت حليفا استراتيجيا للمملكة العربية السعودية، الآن مع اتفاقها مع الملف النووي الإيراني بدأت تمارس ضغوطات كبيرة على المملكة العربية السعودية وتدعم فيها إيران بشكل مباشر. يعني هل يعني تعتقد ويعني تتوافق مع ما طرحه الدكتور بأن الأمريكان الآن أصبحوا يعني يدعمون الملف الإيراني وأجندة إيران بشكل مباشر وتخلوا عن حليفهم الاستراتيجي السعودية والخليج بشكل عام؟ بالنسبة للوضع الأمريكي، الولايات المتحدة أولا هي تعبد مصالحها ولا يهمها مصالح الآخرين، ولذا هي اتخذت استراتيجية ربما يعني منذ سنوات استراتيجية التحالف مع إيران أو استيعاب إيران، وكان لابد من الوصول إلى مناطق النفط التي هي في شرق في وسط آسيا، ولا يهمها إن كان هناك تراجع في العلاقات مع الخليج. لكن مسألة توازن المصلحة المتعلقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران تحكمها أيضا المصالح الاستراتيجية في المنطقة بالنسبة لها، وأدرع إيران في المنطقة وميليشياتها هي تعمل لصالح الولايات المتحدة الأمريكية مباشرة، أي أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية ليست راعية فقط لإيران، بل راعية لإيران ومشروعها الذي تعبر به عبر أذرعها وميليشياتها المسلحة. الولايات المتحدة الأمريكية ترى في الحركة الحوثية أيضا ليست المسألة مسألة فقط المصالح
مع إيران، هي ترى في تفكيك المنطقة وإعادة صياغتها وبلورتها بدل سايكس بيكو إلى اتفاق جديد وتقسيم جديد يعطي جانب من المناطقية والعرقية والطائفية المذهبية والدينية الحيز الأكبر، حتى لا يمكن أن تتكتل الدول العربية والإسلامية في مشروع حضاري أممي يستطيع أن يوقف الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة. سيد عبد السلام، وصول الرئيس الأمريكي اليوم إلى الرياض، هل تعتقد، البعض يقول بأنه يعني لممارسة ضغوطات على التحالف العربي وعلى المملكة العربية السعودية فيما يخص الملف اليمني، هل تعتقد وتذهب مع هذا الطرح بأن هناك يعني ضغوطات مباشرة سيمارسها أوباما في لقائه مع العاهل السعودي؟ الولايات المتحدة الأمريكية هي الآن تريد احتواء ما حققته خلال الأشهر الماضية، أي بمعنى أن هناك ما الذي حققته؟ نووي. نعم، ما الذي تحقق؟ تم توقيع على الاتفاق النووي بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران دون الرجوع إلى دول الخليج ومصالح دول الخليج، حتى لم تكن هناك أي اشتراطات أمريكية على إيران بمسألة الأمن القومي الخليجي. وبالتالي الآن تريد أن تفرض الولايات المتحدة هذه الأجندة على المنطقة، ووجود أوباما في المملكة العربية السعودية هو محاولة لاحتواء هذا الجانب، أي بمعنى أننا نريد تقاسم المنطقة بين إيران وبين جهة أخرى. لكن حقيقة الأمر أوباما والولايات المتحدة الأمريكية استراتيجيتها أنها أدارت ظهرها للخلف لدول الخليج والمنطقة وتوجهت صوب إيران. أنا أعتقد أن حضوره اليوم هو ليس محاولة الضغط فقط، بل محاولة تمرير بعض الاستراتيجيات التي صاغتها الولايات المتحدة مؤخرا مع إيران. أشكرك جزيل الشكر رئيس مركز أبعاد للدراسات السيد عبد السلام محمد، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. أعود إلى الناقد والمفكر السياسي الدكتور عبد الله النفيسي. دكتور عبد الله، كنت قد كتبت أنت في صفحتك على التويتر أن تأخر وفد ميليشيا الحوثي عن الحضور للكويت وما كان بتنسيق مع الأمريكيين مع الأمريكان عفوا، يعني الشواهد التي استندت عليها في كلامك هذا ما هي؟ الشاهد الأول أن الحوثي قبل بالحضور إلى ومنذ أكثر من 4 أو 5 أسابيع قبل الحضور إلى الكويت وفق محاور للنقاش حولها في الكويت، ولكن فجأة نرى تصاعد نشاط الحوثي العسكري على الأرض، فجأة نلاحظ هذا الانتحار تقريبا في منطقة الفرضة في نهم، واللي ذهب ضحيتها أعداد هائلة منهم لفرض سيطرة تامة على الفرضة، وفشل هذا كميات الأسلحة التي وصلت الحوثي هذه الأيام قبل المباحثات في الكويت كميات غير عادية بتسهيل أمريكي. ولذلك أنا أقول بأن الأمريكان كانوا يريدوا أن يحضروا الحوثي إلى الكويت، وقد يعني حقق إنجازا استراتيجيا كبيرا داخل اليمن، ويفرض هذا الإنجاز نفسه على طاولة المفاوضات في الكويت. لكن الحمد لله دكتور ذكرت، نعم دكتور إذا تكرمت، يعني ذكرت نقطة مهمة بأنه وصل يعني خلال الفترة الأخيرة أسلحة كبيرة لميليشيا الحوثي، يعني هذه الأسلحة من أي مكان استندت لهذه المعلومات؟ يعني قد ربما يكون تصريح، وأنت أول من أطلق هذا التصريح، يعني رغم القبضة الأمنية والرقابة التي تفرضها دول التحالف العربي على سواء الجو أو البحر أو البر بالنسبة لليمن. أنا أتصور هذا الطوق الذي تذكره ليس مكينا وليس يعني منجزا. نعم. وهناك ثغرات هائلة في الحصار، ومنه يستمد الحوثي هذه الطاقة التي فوق ذلك هناك مخازن هائلة داخل اليمن. نعم. لا زالت تحت حوزة السيطرة الحوثية وعلي صالح. نعم. الذي لم ينتهي أمره في الصراع. نعم. كل هذه الأمور تؤكد على أن الأمريكان فاعلين بشكل قوي في دعم الحوثي اليوم لكن عن بعد. نعم. ومحادثات السعودية مع الحوثي منذ فترة طويلة في عمان
باستبعاد الجانب اليمني دليل على أن الأمريكان يعني داخلين طول وعرض في هذا النزاع. نعم. بمساندة الحوثي. نعم دكتور، كما تعلم الموقف الأمريكي كان غير راضي عن قرارات الرئيس عبد ربه منصور هادي بالتغييرات الأخيرة بتغيير رئيس الحكومة وأيضا نائب رئيس الجمهورية بقيادة علي محسن الأحمر، يعني هل يعني الآن الأمريكان بدأوا يتراجعون عن موقفهم في دعم القرار الأممي 22-16 ويبحثون عن يعني حلول أخرى؟ أنا أعتقد ينبغي أن تتمسك الشرعية اليمنية اليوم بقرار مجلس الأمن اللي ذكرته اللي هو 22/16/2216. نعم. هذا القرار فعلا جاء على غير يعني هوى الأمريكان وأصبح اليوم سلاح بيد الشرعية اليمنية. نعم. ومن هنا أنا دائما كنت ألح على الوفد اللي موجود عندنا هنا في الكويت اللي قاعدين ينتظرون الحوثي أن يأتي، أنه ما تتكلموا عن أي موضوع بس دقوا على موضوع قرار مجلس الأمن هذا، لأن قرار مجلس الأمن فعلا ومحاوره ومذكراته التفسيرية فعلا تخدم الشرعية اليمنية والدولة اليمنية وتقسم ظهر الحوثي بإذن الله تعالى. نعم. طبعا الأمريكان الآن يريدوا أن يتملصوا من هذا القرار بتأخير المفاوضات في الكويت وإنتاج وضع داخلي في اليمن غير الوضع اللي نعم. السابق خلال الشهر الماضي. نعم دكتور، مفاوضات الكويت هل يعني تعتقد بأنها ستنجح، ستحقق تقدما كبيرا في مسار عودة الحل السياسي بعيدا عن الحل العسكري؟ إذا كان من نجاح لهذه المفاوضات فسيكون نجاح سياسي ليس إلا يعني، لكن حتى النجاح السياسي بحد ذاته خطوة مهمة بالنسبة للشرعية اليمنية. سيتمثل بماذا دكتور؟ تتمثل على الأقل بحضور هذا الحوثي إلى الكويت واعترافه وتعهده الخطي أمام الشهود والعالم بقبوله بقرار 2216 وقبوله بكل ما يستلزمه هذا القرار. كل هذه تراجعات بالنسبة للحوثي. نعم. ينبغي أن نراكمها واحدة تلو الأخرى مع استمرار العمل العسكري ضد الحوثي. نعم. داخل اليمن. نعم دكتور، من الواضح أن القوى الدولية تسعى يعني لإعادة تشكيل المنطقة وفقا لتقسيمات جديدة. البعض يقول بأن كلمة السر فيها هي الأقليات، يعني إلى أين وصل هذا المشروع وما هي أيضا القوى الممانعة التي تمتلكها المنطقة لمواجهة هذا المشروع الذي بدأ يتشكل وتقوده أمريكا وإيران في المنطقة؟ والله يا أخي، القوى هذه الدولية اللي بتسميها دولية سواء روسيا أو أمريكا أو الاتحاد الأوروبي لا تستطيع أن تفرض أي شيء على أي منطقة في العالم إذا استطاعت هذه المنطقة أو تلك من الصمود والتوحد والرد على هذا الـ نعم. القرار اللي بيسمونه دولي. نعم. هذه القوى الدولية ترى يعني هي حقيقة نحن نصنعها. نعم. وحقيقة نحن نرضخ لها. نعم. لكن إذا توحدنا وإذا يعني هذا القرار قرار عاصفة الحزم وقرار درع الجزيرة في 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 لما دخل البحرين كلها ترى. نعم. قرارات هذه كانت ضد إرادة نعم. المجتمع الدولي. نعم. وضد إرادة هذه القوى الدولية. نعم. لكن هذه الخطوات فرضت نفسها على الساحة في البحرين وفرضت نفسها على الساحة في اليمن، وها نحن نرى نتائجها في اليمن وفي البحرين. نعم، أشكرك جزيل الشكر المفكر والناقد والمفكر السياسي الدكتور عبد الله النفيسي، كنت معنا عبر الهاتف من الكويت. إذا نشرك معنا في دقائقنا الأخيرة الدكتور عمر عبد العزيز الباحث والكاتب السياسي من الشرق. دكتور مساء الخير.
مساء النور، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بك دكتور، يعني في يعني انضميت الينا في الدقائق الاخيره من البرنامج. لكن دكتور، اذا تحدثنا عن تعنت ميليشيا الحوثي والذي وضح بشكل سافر في عدم الاستجابه والحضور لمفاوضات الكويت على الموعد المحدد وترددها وتاخرها لمده يومين، يعني هذا التردد من قبل ميليشيا الحوثي، ما الذي كانت تريد ايصاله من رساله؟ هذه جزء من المناورات المتعلقة بمحاولة كسب الوقت وشراء الوقت، ومتعلقة أيضا بفلسفة إطلاق الفقاقيع السياسية الواهمة باختصار شديد، وهي ليست صناعة حوثية فقط، هي صناعة عن عبد الله صالح أيضا، وضمنا بمعنى آخر هو الذي يدير مثل هذا النوع من المكايد السياسية، ومن محاولة إيهام الآخرين بأنهم ينطلقون من مركز قوة. والحقيقة أن النظرة بتؤدة والنظرة بروية لهذه المسائل أمر مطلوب، لأنهم في نهاية المطاف صادرين عن ضعف حقيقي وليس عن أي ميزة نسبية في هذه اللحظة. نحن عندما نتكلم عن هذه اللحظة الميدانية فنحن نتكلم عن ميزة مطلقة للتحالف العربي المقرون بالشرعية والمقرون بالمقاومة الوطنية في مختلف المدن الكبرى في اليمن، ونتكلم ايضا عن افتقاد الميزات النسبيه التي كانت موجوده بهذا القدر وذاك على مستوى ميداني وعملي، ولكنه فقد مشروعيته السياسيه منذ الانقلاب. نعم. على الشرعيه التوافقيه التي قبل بها الجميع والمتمثله في الاقانيم الثلاث، انا نعم. اسميها بكل بساطه: المبادره الخليجيه، نتائج مؤتمر الحوار الوطني، القرار الدولي 22/16. نعم. وبالتالي كان من المتوقع لمن يعرف ولمن لديه دراية ضمنية بطريقة تفكير هؤلاء الناس، كان من المتوقع أن يحصل مثل هذا الكلام وأن يحاولوا إيهام الآخرين بأنهم ينطلقون من مربع قوة، وهو ليس صحيحا على الإطلاق. هو وهم اعتيادي، وبالتالي هم الآن ذاهبون إلى الكويت، ومن المؤكد أنهم في الكويت أيضا سيحاولون اللعب بهذه الأوراق التكتيكية والخائبة. ويحاولون المجاورة والمناورة على نفس الأسس التي عهدناهم منها منذ أن وافقوا على المبادرة الخليجية، ثم اشتركوا في مؤتمر الحوار الوطني، ثم الاتفاقيات اللي اتت وبعدها. نعم دكتور، يعني اذا ربطناها ب يعني الازمه اليابانيه بزياره وزير الدفاع الامريكي الاخيره الى المنطقه، كان يحمل معه جميع ملفات المنطقه ما عدا الملف اليمني، حضر مكانه ملف مكافحه الارهاب. يعني هل تعتقد ان الملف اليمني يحضر فيما يتعلق بمكافحه الارهاب فقط بالنسبه للامريكان والمجتمع الدولي؟ الولايات المتحده كدوله كبرى تلعب اوراق متعدده وتحاول قدر الامكان ان تبرز كروت وأجندات متناقضة حتى في بعض الأحيان، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن هنالك قلق في السياسة الخارجية الأمريكية، وهذا القلق هو استتباع للقلق الداخلي القائم بين الديمقراطيين والجمهوريين بالمعنى الواسع، ولكن أيضا وضمنا بين كل كتلة من الكتل السياسية. بمعنى آخر أن الولايات المتحدة تشعر بفقدان البوصلة فيما يتعلق بالأولويات، وهي بهذا المعنى تخسر الصداقات الاستراتيجية وتخسر أيضا الميزات الكبرى التي كانت وما زالت تتمتع بها بوصفها دولة كبيرة عابرة للقارات وعابرة للأجندات الصغيرة. نعم دكتور، إذن يعني سؤال أخير لضيق الوقت، يعني في حال ذهب الجميع في الكويت إلى تسوية سياسية الأزمة اليمنية، هل تعتقد أنها ستراعي الحسابات الإقليمية والدولية، وكيف تتوقع أن يكون شكلها إذا حدثت؟ إذا ذهب الجميع إلى الكويت فهذا من أمر طيب، ونحن لابد أن نحسن الظن، ولابد أن نعتقد أيضا أن التحالف الحوثي الصالحي ليس متماسكا بالمعنى الذي قد يفترضه البعض. نعم. هنالك بطبيعة الحال تباينات وجهات النظر بينهم، لأن الحقائق المادية على مدى سنة أثبتت فشل وانهيار المشروع الانقلابي. نعم. ومن هنا نتوقع أن يكون هنالك من يدركون معنى الاستمرار في العملية السياسية، ومعنى أن يحافظوا على قدر معين من إمكانية أن يكونوا موجودين في المكونات السياسية. نعم. التي تعكس أيضا وضمنا بعض المكونات الاجتماعية. نعم. ومن هنا لابد من أن يكون هناك صبر ومصابرة ونظر بتفاؤل للمسائل على قاعدة إمكانية التوافق، وهو أمر ليس غريبا عن السياسة اليمنية على مدى عقود خلت منذ اتفاق الملكيين والجمهوريين والحروب البينية الشطرية بين الشمال والجنوب التي أفضت إلى اتفاقيات وصولا إلى
المبادرة الخليجية التي كانت بمثابة خروج من عنق الزجاجة. أشكرك. والتخطي للحرب الأهلية المحتملة آنئذ. أشكرك جزيل الشكر الدكتور عمر عبد العزيز الباحث والكاتب السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من الشارقة. الشكر أيضا للمفكر والناقد السياسي الدكتور عبد الله النفيسي، كذلك الشكر لرئيس مركز أبعاد للدراسات السيد عبد السلام محمد، كما هو أيضا لكم على حسن المتابعة. تقبلوا في الختام خالص التحايا من معد البرنامج الزميل كمال حيدرة، كما هي لكم مني حتى الملتقى. حفظكم الله والوطن، السلام عليكم.